أكون رئيسة الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الوطني الذي تحت عنوان دور الموازنة الصفرية في ترشيد النفقات وقرى أفاق حال في الجزائر. أشكر السيد مدير الجامعة، أشكر الأستاذ حمدي نائب رئيس الجامعة، أشكر عميد الكلية، وأشكر زميلي الدكتور رفيق زراولة وكذا زيادة المالك وكذا كل الأساتذة الحاضرين. أشكركم على تقدمكم بالأبحاث. طبعاً سوف نبدأ الجلسة الافتتاحية، ولكل يعني أستاذ في الجلسة لديه 10 دقائق لتقديم محتوى بحثه، ونبدأ بالأستاذ جلال صايغ. وشكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ من البدء أود تقديم الشكر للأعضاء الإداريين سيدة رئيس الجامعة، رئيس الانتقام، المنظمين على حسن الانتقام. أشكر الأستاذة رئيس الانتقام على الموضوع المهم التي موضوعها الانتقام المتمثل في دور الميزانية السفرية في ترشيد واقع الأفاق خاصة في المتغيرات الإسهامية للجزائر المتمثلة في تقلص عائدات النفط بالنسبة لإيرادات الدولة. موضوع المداخلة كان في المحور الثاني محددات ومبررات الانتقال إلى أسلوب الموازنة السفرية في الجزائر. عنوان البحث كان إعجاب عن مجال الاهتمام ديالي إعجاب المحلي. هل بالإمكان أننا نطبق مبدأ الأساس الصفري في تقدير نفقات الجامعات المحلية كآلية لتحديد تسيير ميزانية الجامعات المحلية؟ كان عنوان البحث هو تبني مبدأ الأساس الصفري في تقدير نفقات الحكومية كآلية لتحديد تسيير ميزانية الجامعات المحلية. قبل أن أطرح الإشكالية في البحث هذه، أود تطرق الجامعات المحلية في الجزائر، لأن ممكن استقلال إلى يومنا هذا رغم أن القوانين الوضعية لحق الدول الجزائرية في مجال الرحم بقدرات الجامعات المحلية من الناحية المالية والأدوار المرموقة بها في التنمية، الجامعات المحلية راهي مهملة بشكل كبير. لأن الجامعات المحلية من حيث يقرأ الإنسان القانون الجامعات المحلية ويشوف المهام المرموقة بالجامعات المحلية لا علاقة لها بالموارد. أو تقديمها مختصر، لأن الجامعات المحلية في آخر إحصائيات سنة 2000 كانت تعاني من عجز موازني عدى 1435 أظن أو 25 بلدية على مستوى القطر الجزائري، 90% من البلديات القطر الوطني تعاني من عجز وزني. هذا عجز وزني عنده عدة أسباب. دأبت وزارة الجامعة المحلية في الإقليم مع الوزارة المالية على إيجاد الأليات لحل المعضلات. هذا المنتقى كان دور الميزانية السفرية في ترشيد النفقات، جاءت المداخلة كعين كآلية تسيير لتحديث تسيير ميزانية الجامعة المحلية. أولا، التقديم يعتبر توفر نقدة مالية أحد المتطلبات الضرورية لتقوية وتدعيم دور الجامعات المحلية في تحقيق الحيوية الاقتصادية ومحدد أساسي لدفع عدد التنمية المحلية، كما
تعد نظام مفتوح وعليه عملت الجزائر في استراتيجية النموذج في المركزية الاقتصادية، حيث يتجلى ذلك من خلال تخلي السلطة المركزية عن العديد من الاختصاصات للجماعة المحلية. من هذا المنطلق نقدر نطرح إشكالية البحث الإعلامي هي ما هي إمكانية تكريس مبدأ الأساس الصفري في إعداد ميزانية الجماعة المحلية كآلية لتحديد سيادة نوعية الموازنة. للإجابة على هذه الإشكالية تطرقنا إلى عدة علة قسمنا موضوع البحث الأساس في هذا المحاضر. أولا يجب أن نلم بالإطار المفاهيمي والقانوني لإمامية الجماعة المحلية، ثانيا مفهوم مبدأ الأساس الصفري، ثالثا ما هي إمكانية تبنيها من أجل تحديث تسيير ميزانية الجماعة المحلية. الإطار المفاهيمي، الجماعة المحلية الجزائر حسب دستور 96 دستور تعديل الدستورية 2016 هي جزء من الجزائر من الدولة وتعبير عن نظامنا المركزي لتسيير إداري الجزائر وتتمثل في الولاية والبلدية وتعمل في ظل نظام الوصاية الإدارية. يمثل كل من القانون 11 مؤرخ 22 2010 2010 المتعلق بالبلدية وكذا القانون 07 12 المتعلق بالولاية الأساس الذي يقوم عليه نظام الجماعات المحلية في الجزائر ونظام المركزية في التسيير. لكن من الضروري الإشارة إلى وجود منظومة قانونية لأن الجماعات المحلية هي جزء لا يتجزأ من الدولة. من الضروري الإشارة إلى وجود منظومة قانونية يجب الإلمام بها ومعرفتها معرفة جيدة للتمكن من التحكم الجيد في التسيير الإداري والمالي للجماعات المحلية والمتمثلة في بعض النصوص التي تربط علاقة الجماعات المحلية فيما بينها بالدرجة الأولى وكذا مع مختلف الدوائر التابعة للإدارة المركزية للدولة. تعتبر المالية المحلية أحد فروع المالية العامة، ذلك لاستقصائها نفس المبادئ والقواعد المنظمة لتحسين الإيرادات وتكريم النفقات، فهي مجموع الظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادات والنفقات الخاصة بالجماعات المحلية بما فيها مجالات تدخل المالية العامة على المستوى المحلي. بمعنى المالية المحلية عندما الاستغلال المالي للجماعات المحلية على الولاية والبلدية، الولاية والبلدية عندها ما يسمى في مونسمون يعني تمويل ذاتي وعندها ميزانية خاصة بالولاية وميزانية خاصة بالبلدية، لكن الدولة في نظام لا مركزية في التسيير عندها البلدية والولايات عندهم نطاش يعني وظائف كلفتهم بها الدولة عن طريق الميزانية العامة للدولة، عندها طرق كإعانات بصندوق الضمان للتضامن، كإعانات المخططات القطاعية المركزية وكذلك برامج التنمية المحلية. المالية المحلية هي القوانين الأساسية للمالية المحلية، قانون 11 تعليم له قانون 17/12 تحكم المالية المحلية كذلك تعليمات الميزانية وللأسف رقم 61 متعلقة بالبلدية والولاية للأسف 67 حد الساعة ما زالت حية ملونات ميزانية البلدية وهذا يعني ما أدى إلى تعقل البلدية والولاية عن المهام المرمومة بها خاصة في مجال التنمية. المراسيم التنفيذية المحددة للشكل ملونات الميزانية كذلك المراسيم التنفيذي يوم 19/20 متعلقة بصندوقي الضمان والتضامن. ثم بعد تنجيم المالية المحلية يكون هي التمويل الخارجي للجماعة المحلية في شكل إعادة الدولة سواء للتسيير أو التجهيز. آلية التضامن بين البلدية مؤخرا بقانون المالية لسنة 2000 الله أعلم 2015 المادة 63 منه فتح الدولة الجزائرية على التقارير التي وفيها الوزارة الوصية هي وزارة الجماعة المحلية ووزارة المالية تبرر هذه إشكالية عجز الفائض عن بعض البلديات وعجز عن بعض البلديات الأخرى تبرر عليها المادة 63 من قانون المالية سنة 2018 داروا ما يسمى التضامن ما بين البلديات ضف إلى الصندوق ضمان التضامن اللي يعتبر صندوق وطني. أما الآلية المادة 63 هي آلية ما بين الولايات نفس الولايات، يعني تضامن ما بين البلديات نفس الولايات. هذه الآلية عبارة عن إعانات تصب في حساب خزينة تخصيص خاص وتقوم الولاية والمجلس الولائي بضخ مبالغ مالية من
ميزانية العاجزة عن التنمية المحلية من أجل رفع من قدراتها المالية. من هم العوامل المؤثرون في عملية تنفيذ النفقات والإيرادات على المستوى المحلي؟ هي عبارة عن أدب الصرف، كذلك المحاسب العمومية، المراقب المالي، وكذا الوصاية. والدور يعني أننا نحبسوا بزاف عن كلمة الوصاية، لأن العائد من العوائد الإدارية عن البلدية عن البلديات، خاصة البلدية الأولى، هي تبعية للوصاية في كل شيء. يعني الوصاية تقوم يعني رقابة على رقابة على ملائمة النفقات. كنقولوا ملائمة النفقات ندخل يعني في مول البرامج التنمية، ملائمة النفقات برامج التنمية المخططات الوطنية. ولما الوصاية تستعمل ما يسمى ساعات تستعمل يعني البوفوار البلديات، والبلديات يعني تقع في مشاكل من حيث تنفيذ البرامج التنمية على المستوى المحلي. الأساس الأساسي هو موقع المدخل هذا وإمكانية تطبيقه للجماعات المحلية. أولاً تضم إطار مفاهيم الموازنة السفرية، مميزة وعلوم الموازنة السفرية، تطبيق الموازنة السفرية على مستوى الجماعات المحلية. إطار مفاهيم، يمكن القول أن الموازنة السفرية تقوم على أساس اقتراب أساسي أنه لا يتم السماح بحد الموازنة لأي بند تكاليف أو مشروع أو نشاط إلا في حالة تبرير بحاجة البند أو المشروع أو النشاط المطلوب في ضمن أهداف تشريعية. معنى ذلك الموازنة التقليدية كما نعرف شحال أنفقت العام اللي فات، باش نقولوش العام اللي فات، شحال أنفقت في السنة المالية الآن موزعة والآن مندر، على هذا الأساس نقدروا البنود للسنة القادمة. أما الموازنة السكنية ما ديرليش تقدير، ما تحطش معيار السنوات الفارقة في أنك تحط تقدير للبن هذا. أنت قوم بالبحث والإحصاء الاستاتيستيكي بالأمور المستقبلية، التقديرات المستقبلية على حساب الحاضر واش عندك، وضغطي هذاك البن من المشروع على حساب الهدف اللي راح توصل ليه. قادر تحتاج أقل، قادر تحتاج أكثر، وضغطي يعني خصص المبلغ المالي لهذاك البن على حساب الهدف اللي راح توصل ليه. يعني الموازنة السفرية راهي بشكل كبير تشبه لنا الموازنة بالأهداف. يعني عندك هدف ضوئي هذا، ما عندك هدف هو توصل ليه، والله يعني الهدف تاع يعني العام هذا ما غير الهدف تاع العام اللي فات، ما تخصصش مبالغ معينة في البن هذا، يعني راك رايح دير تعقيم للمخصصات المالية في بنود أخرى. وكاين حتى البن هذا الميزانية البيريودية، يعني قادر في السمستر الثاني يحتاج البن، السمستر الأول يحتاج هذا البن، يعني يبطيش في السمستر الثاني وما يبطيش في السمستر الأول. كذلك يمكن قول أن هذا النوع من الموازنات الذي يتم بموجب إخفاء البرامج السابقة في بداية كل سنة. يعني الإخفال هذا ما بنقولوش إخفال كما قال قبيل الرئيس الجامعة، ما بنقولوش إخفال يعني بمعنى أنك تغفلوا، نقول الإغفال من ناحية التقدير، على خاطر كي تجي تابع النهاية وكان يشوفوا المخططات التنمية الأربع أو الخمس من في حتى الممكن، كل برنامج النمو، برنامج عمل النمو، برنامج توقيت النمو، برنامج الإنعاش، هذه البرامج تلقاها البرنامج تلقاها في برنامج في النهاية تاعو، المخصصات المالية تاعو، وهذا الموازنة الصفرية تاخذ بهذا الاعتبار، يقول لك لما أنجز ما لم ينجز عاود دير تخطيط ديالك والأهداف ديالك وضوطي هذيك البنود. ميزات الموازنة الصفرية، من أهم ميزانيات الموازنة الصفرية، لأن الموازنة الصفرية تعتمد على عدة 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 أمور تسيير، عدة أساليب تسيير حديثة. لأن كما نقول ميزانية مميزات الموازنة السفرية أنها مراجعة دورية ودقيقة. يكون عندك في الموازنة التقليدية عندك برنامج مان سكرين من 1996، وأنت من 1996 نفس المخصص المالي تستنى وقتاش يتراليزا، وقتاش ينجز هذا البرنامج. أما في الموازنة السفرية عندنا دوريا نعاود نراجعوا التكلفة والهدف تاع هذا البرنامج.
مراجعة الكتاب كان بدون إعداد مواد صفرية لا دراسة صفرية من المديرين دراسة جيدة ودورية العملية تحت إذا دراسة تحت إيجاد البدائل الممكنة يعني حتى الميزانية الصفرية تعد من تقوم بإعداد الأهداف وكل برامج باش تعطيهم حتى البدائل تحطها في بعين الاعتبار إيجاد البدائل الممكنة يسقط أسلوب إعداد المواد الصفرية إعداد أكثر من مقترح الموازنة بما يدفع المديرين إلى تحديد البدائل الأقل تكلفة لتحقيق الأهداف، التخفيف والحد من تضخيم الإيرادات والنفقات من عيوب الموازنة التزايدية التقليدية والتي تتصدى لها الموازنة الصفرية هو ميل المديرين لتخفيف موازنة التكاليف لتسهيل مهمتهم في تحقيق الأهداف خلال فترة معينة. كما تسمح للمدراء بتقييم أثر مستوى التمويل مختلفة على البرامج وعناصرها. زيادة الكفاءة في توزيع الموارد يعتبر ربط تنظيمي عملي للأهداف التي تحققها وبذلك تتضح الصورة العامة للعمليات التي يتم الدخول بها الجماعة. عيوب هذه الموازنة صلة بالتقاسيم لأن كل آلية تسيير على مسيرين كما عليهم القواعد السليم على سنة عن تطبيق بعض الأساليب لأن فيها صعوبات من الصعوبات هذه تطبيق آلية التسيير بحديث هذه صعوبة الإعداد وارتفاع تكلفة تكون العملية التطبيقية وإعلامها ويحتاج لتدريب شامل وتكوين مكلف للعاملين على الموازنة إمكانية زيادة الخلافات بين المديرين على تقدير أهمية العملية صعوبة قياس المخرجات تطبيق الموازنة الصفرية على مستوى الجماعات المحلية المراحل إعداد الموازنة الصفرية فيما يلي تقسيم المشروع إلى وحدات تنظيمية صغيرة يطلق عليها مراكز مسؤولة إذا كان من الضروري وجود هيكل تنظيمي سليم يوضح فيه خطوط السلطة المسؤولية تحديد المسبق لمجموع القرارات التي ترتبط بتحديد الأنشطة أو الوظائف أو العمليات طبقا للمستويات الإدارية المختلفة الترتيب التفاضلي لمجمل القرارات بعد تحديدها وتقييمها حتى تتمكن الإدارة من تحقيق أفضل توزيع تطبيق الأساس السري أروح هذه الوقت النتائج نتائج مقاس الميزانية ذات أساس سحري النجاح الاقتصادي والمالية ترسيخ قيم المساءلة والتعاون ترشيد النفقات العمومية ونسب استعمال المال العام الانضباط بالأهداف والتسيير للمشروعات القياس والتحكم الجيد بباب التمويل المحلي هذا التوجه الجديد للجهات الإعقاد مع المحلية استقلال المالية واستقلال السير تسجيلا بدستور 95 من رئاسة الشركة في صدور قانون المملكة نقطة التوصيات التالية التوصية الأولى إن مشكل أو مشاكل تطبيق هذا الأساس ما هي إلا توقعات بسبب عدم البدء الفعلي في تطبيق متطلبات هذا الأساس وبالتالي قد تكون هذه المشاكل أقل من المتوقع عند تطبيق فعل الأساس ثانيا يستوجب تكوين مستخدم الإدارة المحلية الذين له علاقة مباشرة بالمصالح المالية وعدم الاكتفاء فقط بالتكوين الأمر للصرف أو المنتخبين لأنه يتم تعيينهم وانتخابهم بصفة دولية ثانيا يعتبر الإشكال الرئيسي في كفاءة العنصر البشري من أعوان المنفذين لميزانية الجمعيات المحلية والتنسيق بين مختلف الأجهزة الإدارية وعدم وجود التقارب المحاسبي وفهم صلاحية كل طرف أي تشاركية الإعداد وتنفيذ الموازنة. ثالثا يجب إعطاء أولوية وعناية كبيرة لتحسين إطار قانون المالية للجمعيات المحلية تسمح باعتماد آليات حديثة للتسيير الميزانية خصوصا والإدارة المحلية عموما إضافة إلى تحيين دوري تعليمات الميزانية المشتركة المتعلقة بالعملية المالية للبلدية والولاية والذي يجب أن تتماشى والمهام الجديدة المسندة لها في كل مرة في إطار تعزيز لمركزية التسيير. فمن غير المعقول تحيين ملونة الميزانية دون تحيين وضبط تخصيصات الميزانية لها والإبقاء على تعليمات القانون. شكرا ورحمة الله. كما نعلم أن الجمعيات المحلية لها إشكال كبير إذن نشكر مدير الجامعة نائب مدير الجامعة حضورهم ويستسمحكم في الذهاب لأنه لدي التزامات إدارية شكرا لكم أساتذة الأفضل إذن قدم الدكتور سجلان صالح مفهوم الجماعات
من اجل تحقيق توثيق الوظيفه. شكرا لحضورنا، ونلتقي في الجلسه للدكتور دحر المختصم من اجل تقديم البحث الذي يعنى الهندسه الصوتيه كناهج التغيير للممارسات الوظيفيه وامكانيه الاضطراب. Thank you.
يعني كيفاش نحددوا يعني القياس لهذه المخرجات ومدد الأضرار تاعها غير كبير. كذلك قلنا هذه كذلك مشكلة صعوبة في تحديد هذه الأشياء. كذلك صعوبة في القياس الكمي وصعوبة جمع البيانات التي تطلبها يعني تطلب هذه البيانات كذلك تطلب كبير كبير. بالنسبة لموازنة الأساس السبعي يعني هي أكثر تطور تطلب مجهود إضافي، يعني أن الزمن يستهلك يكون يعني باش تجمع المعلومات يكون يتطلب وقت كبير. كذلك عملية التنفيذ يعني كذلك صعيبة وتتطلب تكوين خاص كما ذكر زيد. المشكلة ليس فقط أنك هذا النظام نعتمدو، يعني تقدر تعتمد لكن لازم يكون عندك يعني موظفين عندهم كفاءة. وحنا الإشكالية الموجودة عندنا دائما في تكون حاجة جديدة أي تنظيم يكون معارضة لهذا الحاجة، يعني يكون رفض يعني كامل يكون الزملاء يكون كيطلبوا منهم مثلا التكوين ولا يعني يقول لك ما نروحش، يعني كانه يعارض كل ما زدت حاجه كل ما زدت حاجه كانها زادت مشكله لغادي. يعني نقصوا المنهج الموزن في الاساس السطحي في الشكل الاتي. بالنسبه للمزايا، المزايا من حيث الموارد يعني تحس الموارد بكفاءه، يعني احنا نحب التربيه في مقابل يعني العمليه المكلفه. الواقع هي انها اقل عمر التضخيم في مخصصات الميزانيه. بالنسبه للمخرجات انها تقدم يعني كانها تتعامل مراكز التكلفه تحديد المخرجات وتغطيها مباشره بنفقه متوقعه. بالنسبه للمتاحه انها تستغل تستهلك زاويه اكبر، يعني قابليه التنفيذ تاعها تكون صعبه غالبا، والتوكيل تاعها يعني لتنفيذ هذه الموازنه تتطلب يعني تكوين خاص. بالنسبه لاهداف تطوير الموازنه الصفريه يعني خاصه بالنسبه للتسير يجعل المسيرين يعني احنا نتكلم في المفاهيم نتكلم تغير يعني الموازنه العاليه نتكلم على العامل بالصرف والمحاسب والملاك المالي الى اخره، يعني اعمال يعني في المطالب تاعها تكون اللي يطلق عليها الجانب القانوني. لكن كيف كنا بالموازنه الاساس السطحي كان نخرج في المرور ندخل المرور في دوله السير، يعني الفرق بين الاداره او انك تخضع الى اداره بيروقراطيه يعني تصويريه يعني قانونيه ولا السير. هنا جانب سيدي يكون حجم المخصصات في الميزانية بدقة وتجنب الممارسات السيدية. ثانيا إجبار المسيرين على تقديم بدائل أكثر دقة من الناحية المالية. ليس فقط يعني أنه ينشر الميزانية وإنما لازم هو يوجد يعني يقدم بدائل. كذلك السماح بمرقبة ازدواجية النشاطات وتقديم الخدمات والعمل على تجنب يعني بالنسبة للازدواجية كاملة اللي راهم يخدموا في المجال هذا الميزانية. يعني في بعض الأحيان يعني كان بعض النفقات وبعض يعني شو يتم تحديدها على عدة أقوال في الميزانية، وكأن نقوم بعرض الميزانية كأنها فيه كلام اللي تجب تحملها في هذا المصدر منا ولا من يعني كأنك عندك حلول، لكن المفروض يكون على أساس قرار وعلى أساس أهداف، يعني أنت تصرف فقط من جانب معين مش تصرف بشكل جانب. كذلك ربط الميزانية بخطة استراتيجية من خلال ربط الأنشطة بأهداف يعني الموازنة بأهداف بصفة عامة في معظم الدائحة ترتبط بالاستراتيجية، يعني قبل ما ندير الميزانية لازم ندير استراتيجية أو خطة عامة. حتى هنا في الجزائر تكلموا على مونتاسيون يعني الخطة ولا السياسة العامة للحكومة، لكن المشكلة ليس فقط في هذا الجانب، لا لازم توضع أهداف لازم توضع البرامج يعني نوع البرامج، لكن في النهاية أنك تقييم البرامج أمر مهم. يعني بالنسبة للممارسة تاع الميزانية في الجزائر، اللي كان في الممارسة في الميزانية نقسمها في غرفتين، يعني القانون الأول في 2017 يدخل كان يتم العمل بتشريعات أولا تشريعات الدولة من قبل القرار المالي، يعني ذاك استقبال القرار المالي. بداية مسألة القرار المالي، يعني هذا القانون العضوي هو يعني الأساسي لتشريع الميزانية إلى غاية اليوم، يعني حتى 2016 2015 قانون جديد، يعني قانون 2015 لكن لم يتم ولا لم يجد اهتمامه كاملا ولم يكن كي يعني اضافه الى بعض القوانين، يعني نحن القوانين الاولويه بان اي اصلاح ميزاني يجب يرافق معه اصلاح تنظيمي، يعني يقول القانون هو تنظيمي، يعني لازم توضع عليه اصلاحات ميزانيه في اطار تنظيمي. يعني في الجزائر في نهايه سنوات التسعينات في الجزائر والتركين يعني شرعت الحكومه يعني بالتعاون مع البنك الدولي وكان شركه كندي اسمها سيغما يعني هي شركه فرنسيه باش تقوم بعصر الميزانيه في الجزائر، لكن حتى الان يعني موازنه الميزانيه ما زلنا يعني حتى وقت لم تكن موازنه البرامج على مدى سنتين حتى الان نشوف
القانون 1914 اللي في الزمان بتاعي فقط بجانب صرف النفقات والبشريه عن النفقات. عمرنا وصلنا الى اداء النفقات. تبهدنا كل عام سعوها في الحكومه كل الحكومه ولا مشاريع الحكومه القانونيه المركز والحكومه. بصح كيفاش تخرج من الاداء غير بالهضره والكلام لازم يكون تنظيم لازم تكون قوانين ما تكونش قوانين منظمه غادي يوصل فيها ثانيا يعني هذا القانون المفروض يعني هو غادي يعني على حسب القانون الماده تاعها غادي يبدا التطبيق تاعها في سنه 2023 لكن هذا 2023 مستحيل خاصه لحد الان مازلنا ما كاش الاصلاح على المستوى سواء من الوظائف او بالنسبه للوزاره الاساس كان هذا القانون طويل يعني بالنسبه لهذا القانون الطويل اللي تيجي كتهضر على النقاط اللي تعرفها الوزاره الاساس كاين تسير النتائج يعني وهذا شكرا.